صوتي بمعنى هاد الاغنيه دابا عندها 33 سنه في العمر ديالها قبل العنوان ديالها غفلي كتبدا بكلمه تحكروني يعني في واحد الوقت كنا حنايا تعرضنا لواحد مجموعه مضايقات لواحد مجموعه ديال الناس ديال الجهات على راسهم الاسر ديالنا اللي ما كانوش كيامنوا مقتنعين بهذا الشيء اللي كندير غادي نهينا على الراي ديالنا على القاعده رغم اننا كنا كبار وكنا عارفين راسنا اش كنديروا تخاطبنا الاساتذه ديالنا واحد المجموعه ديال الناس اللي ما بغوناش كانوا كيعتبروا هذا النوع ديال الاغنيه ربما في ذاك الوقت من نوع الهابط ما نعرفش حاجه بحال هكا كان ديناهم يحقرونا حسبونا غافلين ظنونا هابلين لنفوسنا في الجيران سكاتنا يضلل بعدنا يغر غيابنا يحير نتير حال المسألة في ظهورنا يطعنونا وينعتونا في العيوب.